سي محمد، نحب نعرف اليوم شنو اللي مشاش في النجم الرياضي الساحلي بورتون معناتها ليتوال كانت تلعب على الشامبيون الاخر لحظه الاخر جورني ما نعرفوش ما شفناش الانضباط التكتيك نتاع العاده لعب ليتوال اللي استنسنا به. صحيح يظل اليوم ما عملناش ماتش باهي معناتها كي نعملوا ماتش باهي لازمنا نقولوا نعملوا ماتش باهي كي ما نبداوش حاضرين اذا كان ملاعبي في النجم الساحلي ما يعرفش يحضر ماتشوه وندخلوا بالعقليه اللي دخلنا بها اليوم ما نجمو كان نخسروا اذا ما فما حتى شيء مشى اليوم يظل لا بدنيا ولا نفسانيا معناتها نتصور قد ما حاولنا معناتها في وسط الجمعه سيغتو اعطينا اهميه كبيره برشا بما انه مازال التيتر كونسيرني مازلنا كونسيرني به اليوم لكن كي نشوفوا معناتها المقابله ككل يظل ما نستحقوش اليوم باش ننتصر. يظل نجم الساحلي البطوله وفات مازال قدامه الكاس يظل معناتها قدام المردود اللي قدمه نجم الساحلي طيله الموسم هذايا يظل ليتوال تبقى قدامه الاوبجيكتيف تو هو الكاس. صحيح يظل عملنا شامبيونا باهي يظل ما عدا المقابله نتاع اليوم ما كناش فيها باهين نتصور اخي مقابله في الموسم عملناها هي اليوم لكن كما قلت انت مازال انا اوبجيكتيف اخر قدامي هو كاس تونس ان شاء الله باش نحاولوا باش ننتصروا في زوز مباريات اللي مازالنا في كاس تونس باش نحاولوا نتحصلوا على اللقب هذا ان شاء الله. شكرا لك.